يا رب. نبدأ بقى بحضراتكم أول أخبارنا النهاردة، وهو عن فريق الأهلي اللي بيختتم استعداداته النهاردة لمواجهة نادي مصر اللي هتقام بكرة إن شاء الله الأربع. ومن ضمن الاستعدادات أيضا إجراء الفريق لرابيد تيست عقب انتهاء أمس طبعا، وطبعا ده وفقا للبروتوكول الطبي اللي احنا دايما بنتكلم عنه مأكدين عليه، واللي تم تعديل مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية. ليه بقى الرابيد تيست؟ لأن الرابيد تيست ده بياخد 90 دقيقة فقط والنتيجة تظهر. هنقول كمان ان ريني فايلر المدير الفني هيعلن قائمه الاهلي لمباراه الغد، هيكون عقب انتهاء مران اليوم، وبعد كده هيدخل الفريق زي ما احنا عارفين معسكره المغلق. بمناسبه كلامنا عن النادي الاهلي، امبارح كان في زياره من وفد لنادي سيمبا التنزاني لمقر النادي الاهلي بالجزيره، واعربت الرئيس التنفيذي للنادي التنزاني عن سعادتها بتلك الزياره ووصفتها باللحظات التاريخيه. قالت نادي قرن يعد هو كبير افريقيا وصاحب السبق دائما في كافه المجالات، بحثنا مع الكابتن محمود الخطيب سبل التعاون بين نادي سيمبا والنادي الاهلي الذي نسعى للاستفاده منه في شتى المجالات، نظرا لما يمتلكه من خبرات واسعه فهو استاذ القاره، ونحن نتطلع بدورنا كتلاميذ للتعلم من نادي قرن الذي هو بالفعل كبير افريقيا وصاحب السبق دائما في كافه المجالات. طيب بما ان احنا كل يوم بنتكلم عن الطقس وناس كتيره شاغل بالها طبعا الشتاء يا جماعه جاي امتى، طب والصيف خلاص هيخلص، طب الاجواء هتبقى ازاي الفتره اللي جايه، خلينا نروح نتابع حاله الطقس مع حضراتكم، لان زي ما احنا عارفين خلاص يعني رسميا فصل الصيف كده بينتهي، وبكره هيبقى بدايه فصل الخريف. كل سنه وحضراتكم جميعا. ايوه شفت بقى انت عيد ميلادك داخل علينا بخير اهو. سيبك عيد ميلادي، كفايه بقى تلزيق وحر ورطوبه وفرهده وعرق وحاجه صعبه جدا. الشتاء ما بقاش زي زمان ولا الصيف.